السلام عليكم، انا اسموني سفيان الباتشا، جو سوي كوتش اونترينور تاع ميسكولاسيون، نخدم تاني الموتيفاسيون. انا حياتي كومبلي اونترينو نوض نتريني. على بالك اش نوض اليوم؟ كون نقول لكم ما غاديش تامنني. اليوم نوض على 9 تاع الصباح، واليوم جبت لكم البرودوي تاعي تاع بروتين. هذا هو اللي انا نتريني به، يدير 7,700,000، ولكن اللي تعرفوا باللي فري مليح بزاف. حاجه الاولى، فيه 2 كيلو تاع بروتين في الدوزه، فريمون فيه بزاف بروتين. وكثرت اللي فيه بروتين حتى دي فوا انا كي ندي تحكمني اوفر دوز تاع بروتين. تخلو حتى واحد يقول لكم نتوما ما غاديش توصلوا كيما انا. بار اكزومبل الحمد لله كنت سمين، وفي ظرف 3 سيمانات لحقت لهذا الريزولتا. خطره امام واحد قال لي باللي نتايا ما غاديش تلحق، حتى وصلت قتلته وقتلت كاع العائله تاعه وتحركت لهم دارهم. راه هنا شرطه معك، بيع حمارك، هيا دخل. محمد ندخل الحبس افيك بليزير، باسكو انا ما في الحبس نقعد موتيفي. انا محبسي وموتيفيهم كيما انت ولا هي تهضر معايا. وانت شحال عطاوك؟ 135 عام. او شعرك داير شهر لا تبان سملاح، باين بلي دخلت غلطة. واش درت؟ دخلت فيلاج كومبلي، قتلت 38 واحد، وما على باليش على راتبي اللي ردها 39. بغيت نسقسيك انت شكون كيسموك؟ انا عيطوا لي دامر، جعفر دامر. خرج